ايه رايك بقى؟ مبسوطه مني؟ يوم وعد على خير. ايه اللي بتعمله ده؟ هريح شويه. انت تروح تنام هناك في الحمام. انام في الحمام؟ ليه بقى؟ هي الفلوس اللي هاخدها منك هتعالج بيها؟ يفتح الله. بلاش دوشه. انا انام في الحمام. قال الو ميمي؟ خير يا حبيبتي؟ اسفه يا نادي اني بكلمك في ساعه زي دي. اصل اول ما روحت اكتشفت انه بروش اللي كنت لابساه مش عليا. ايه؟ مش ممكن. بتقولي ايه؟ انت متاكده؟ يمكن وقع منك هنا ولا هنا. على العموم ما تقلقيش، لو لقيته هجيبهولك. باي باي يا ميمي. ما تتعبيش نفسك، مش هتلاقيه. هات البروش احسن لك. في الحقيقة مش معايا. انت هتجيب البروش ولا زعق وانده لعم واقول له على كل حاجة. ما تندهي لعمك، هو هيعمل لي ايه؟ يعني مش همك. لا مش همك. طيب يا عمو يا عمو يا عمو انا هوريك. عمو في ايه؟ ماله عندي؟ اقول له؟ قولي له. يبقى جحتك. اقول له؟ قولي له. يا عمو ده رأيي يا ولاد. انت مزعل مراتك ولا ايه؟ هو مزعلني وبس يا عمو، ده مجنني يا عمو. حد يزعل مراته في شهر العسل؟ عندك حق يا عمو. حقك عليا يا ستي. ادي راسك اهي، ابوسك. اوعى. لا يا ناديه بقى، مالكيش حق بقى. الراجل بيصرحك تقوم تعملي فيه كده؟ امال ما كنتوش اتجوزتوا عن حب، كنتوا عملتوا ايه؟ فهمها يا عم، ما عندكش فكره، راسها ناشفه نشوفيه غريبه. انت هتقول لي؟ يلا يا ناديه. يلا. يلا صالحوا بقى يا اولاد، يلا. يلا. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا باشا. اوعى. يعني ما قلتش حاجه لعمك. حمدي. أرجوك بلاش فضايح، إن ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر عمي يا أخي. هات البروش. مش معايا. أمال مع مين؟ مع ملقاط. اسمع يا حمدي، إديني البروش وأنا هديك تمنه. كده؟ اتفقنا. بكرة يكون عندك. متشكرة. تصبح على خير يا جميل. تعالى هنا، أنت رايح فين؟ هنام. أنت هتنام في البانيو جوه في الحمام. البانيو؟ ادخل. آخد زكام. إياك تخرج من هنا. عايز إيه؟ تصبح على خير يا قمر. تصبح في السجن يا رب. أنا وأنت والسامعين يا رب.